اهلا وسهلا بيكم، معاكم مهندس وائل نسيم، مهندس ميكانيكا. النهارده ان شاء الله هشرح في دقيقتين كده حاجه معينه في البروتوتايب اللي انا عامله بتاع البامب والتانك دوت. هشغله وهشرح حاجه معينه عليه. المفروض البامب كده شغاله، المفروض انها بتسحب وبتطرد من هنا. نلاحظ حاجة مهمة، ودي المشكلة اللي أنا عشانها بسجل الفيديو دوت. إيه هي الحاجة المهمة؟ نلاحظ إن الفلو ريت بتاع الديسشارج مش ثابت، يعني يبقى شديد شوية ويبقى قليل شوية، شديد شوية وقليل شوية. يا ترى ليه؟ مع إن المفروض البامب ديت كونستنت سبيد، سرعتها ثابتة مش بتتغير. وجدت إن المشكلة في حاجة. إيه هي؟ طالما البامب الفلو بتاعها بيتغير كده وهي كونستنت سبيد ومفيش اي حد بيلعب في المحابس خالص، كل المحابس ثابته زي ما هي، فالمشكله هي ان البامب بيدخلها هواء، بتضغط هواء، والهواء لما بيدخل في الشبكه لان الدنسيتي بتاعته مختلف عن الدنسيتي بتاعه الميه، فبيحصل مشكله في الضغوط وبالتالي في الفلوريت. طب الهواء بيدخل البامب منين؟ لو نلاحظ ان مسافة السكشن بتاع البامب قريبة قوي من سطح المية، وبالتالي لما بيحصل ديسشارج من البامب بيعمل بابلز كتير، فبيدخل هواء للسكشن. فالبامب في وقت من الاوقات، وقت الديسشارج القوي من هنا، البامب تسحب مية، تسحب مية وهواء معاها، تضغط المية والهواء. وفي الوقت ده البامب فيه ديسشارج بتاعها قليل، فالبامب تقدر تسحب ميه بيور وبعد كده تدي ديسشارج كبير. ارجو ان يكون الفيديو فيه افاده للكل. شكرا.